مروان محسن احد نجوم نادي الاهلي، وان شاء الله نقول له الحمد لله على السلامه. مروان ان شاء الله هانت وقربت ترجع. ان شاء الله قريب الحمد لله. مني عليك وعلى رجلك. انا تمام الحمد لله. طبعا مش عايزين نضيع الفرحه دي النهارده. الف مبروك للعيبه كلها وجمهور نادي الاهلي طبعا، واللعيبه كلها كانت رجاله على اعلى مستوى بنلعب لاخر دقيقه طبعا الحمد لله، ومبروك للعيبه كلها وبزيد في البطولات ان شاء الله. شفت سيناريو المباراه النهارده ازاي؟ النادي الاهلي اتاخر بهدف في الشوط الثالث، لكن قدرنا ان احنا نعوض كالعاده ونفوز بالمباراه. والله الحمد لله الواحد بيكون قاعد على اعصابه طبعا، بس احنا النادي الاهلي متعود طبعا بيلعب لاخر دقيقه وبنروح عاليه طبعا، وانا كان عندي ثقه في اللعيبه كلها، اللعيبه كلها رجاله طبعا، والحمد لله كنا مجهودنا بالكاس الحمد لله. انتوا ليه الاجاي؟ اجاي حبيبي اجاي. What you want to say for Marwan؟ Marwan is a very good guy. Even though we play the same position, I would say he's one of my closest friends in the club. And every time we play the game and I don't score, he encouraged me in the training that I should try and score. And we miss him. We miss him a lot. We miss his effort. And I believe, inshallah, we come back very strong. Thanks, Agai. You're welcome. انت حابب ترد على اجاي تقول له ايه؟ اجاي من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، ولاعيبه الكوره اللي انا بحبهم جدا، ولعيب على اعلى مستوى واخلاقيا، ولعيب كوره يعني مش عايز مهما اتكلم عنه، وانا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا ونفسي كان العب معاهم طبعا. بس الحمد لله ان شاء الله اعود بسرعه ان شاء الله واكون في وسط زمايلي ان شاء الله باذن الله. تلحق يا مروان ماتش الترجي ولا لسه صعب شويه؟ لا صعب، الناس بتتكلم ان انا راجع الترجي، يعني كان واحد بيكتب خبر وانا مش لا انا لسه مش شغال على البرنامج. اللي عاجبني فيك انك مش مستعجل بصراحه. انا مش مستعجل، لا انا عايز انزل ابقى واقف على رجلي وما بقاش في خوف على رجلي اما اجي منزل يعني، بس انا قدامي يعني لحد اخر شهر 10 اشتغل التقيل بتاعي وابقى في فورمه لحد اوصل لفورمه عاليه، بعد كده اروح للدكتور، بعد كده ان شاء الله ارجع في اول 11 يعني ابقى مع الفرقه باذن الله ان شاء الله. كامرون مستنيينك ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك، الف مبروك لك. طبعا خليني سريع اترجم لكم جونيور اجاي قال ايه لمروان محسن. قال يمكن مروان من اللاعبين الجيدين جدا ويمكن من اقرب اصدقائه، قال اكيد طبعا ان هو بيتمنى له ان هو يعود في اسرع وقت ممكن عشان يساعد الفريق في مختلف البطولات، واكيد بالتحديد طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. لسه مستمرين معاكم من امام الاتوبيس الخاص لفريق النادي الاهلي طبعا عقب هذا الفوز المهم جدا، والفوز الكبير جدا طبعا في الوقت القاتل بالنسبه للنادي الاهلي.